بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، يقول أحدهم: دخلت على أحد السابقين في يوم من الأيام دون أن يشعر، فرأيته قد دخل قبة فصلى فيها 4 ركعات جميلات. يقول رجل: والله أنا لا أحسن أصلي مثلها. يقول: ثم سمعته يقول دعاء. الآن إخواني أخواتي، استمعوا لهذا الدعاء العجيب. يقول الرجل: فسمعته يقول وهو في دعائه وهو لا يشعر به، ما أحس أن في شخص يستمع إليه، قال: اللهم إنك تعلم وأنت فوق عرشك أن عدم الشهرة أحب إلي من الشهرة. اللهم إنك تعلم وأنت فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى. اللهم إنك تعلم وأنت فوق عرشك أني لا أقدم على حبك شيئا. يقول الرجل: فلما سمعته أخذني البكاء، لم أستحمل هذا المشهد الرباني يعني. فأحس الرجل الذي كان يصلي بهذا الذي يستمع إليه لما سمعه يبكي، فزاد في دعائه وقال بعد ذلك وهو يصلي: اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا الرجل هنا لم أتكلم بما تكلمت به، لا يريد لأحد أن يعرف عنه. الله أكبر. إن السابقين مع شدة إخلاصهم لا يحبون أن يشعر أحد بعبادتهم. هذا عكس المرائي. المرائي يحب أن يراه الناس على العبادة. الرياء مرض، وهو الرياء أن يعمل العبد العمل من أجل أن يمدحه الناس، أو أن يكثر من العمل الصالح من أجل أن يكون مشهورا عندهم بأنه يعني عنده أعمال صالحة، ويشتهر عندهم أنه حافظ القرآن أو أنه مصل، أو أنه مثلا صاحب علم شرعي. بعضهم يظهر العمل أمام أشخاص معينين طمعا فيما عندهم، مثل هذا الذي يظهر التقوى أمام المدير ليثق به، أو يظهر التدين أمام بعض عملاء لكي يزيدوه مبلغ عند البيع والشراء، أو مثلا يريد أن يعرف عند أهل خطيبته أنه صالح ليزوجوه، أو عند أقربائه وأنسبائه. المهم أنه لم يعمل عبادة لله خالصة، بل مع وجود رغبة في شيء معين عند الناس. هذا هو الرياء. طيب، ماذا سأخسر إذا وقعت في الرياء؟ أعوذ بالله، يا رب ما تقع في الرياء. ماذا ستخسر؟ أول شيء نخسره هو العمل الصالح الذي تعبنا فيه، سيذهب يتلاشى. فعندما يجازي ربنا العباد في الآخرة يقول للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الله، يعني أنكم لن يحصلوا على أي حسنة من وراء هذا العمل الذي كانوا يراؤون فيه. لهذا قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: إذا لم تخلص فلا تتعنى، يعني ما تتعب نفسك وتجتهد بلا حسنات. إذا كنت مصرا على الرياء فلماذا تذهب وتتكلف العبادة وتقرأ القرآن برياء، تصلي قيام الليل فتسهر وتتعب برياء يعني بلا مقابل، وإذا صمت تعطش وتجوع ثم ترائي يعني لا يكتب لك أجر، لماذا كل هذا؟ ريح نفسك، لا تعمل، لماذا تعمل بلا مقابل؟ لماذا؟ يقول مالك بن الديار رحمة الله عليه: قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى. يقول ابن القيم: المرائي كالمسافر الذي يحمل معه جراب الرمل، تخيل حقائب من رمل تتعبه ولا تنفعه. أخي الكريم، أختي الكريمة، المصيبة في الرياء أن صاحبه يعمل ويتعب وفي النهاية نسأل العافية يعذب، وليس فقط لا يحصل على حسنات. أما إذا أخلصت لله فسيقبل الله عملك، وسوف تتلذذ به في الدنيا، وأيضا ستؤجر عليه، وفي النهاية ستدخل الجنة. ألا تلاحظون الفرق؟ فرق عجيب، مع أنهم ربما يعملون نفس العمل ويقفون مع بعض في صلاة واحدة، ختموا نفس الختمة، لكن الفرق كما بين السماء والأرض. الغريب العجيب في الموضوع أن المرائي سيخسر الناس الذين كان يعمل لأجلهم. سبحان الله، بعد كل هاي تضحيات، كل هاي تضحيات ضحى بها من أجلهم، ضحى بحسناته، ضحى بأعماله، كل هذا من أجلهم، فوق هذا يخسرهم؟ نعم والله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. خسارة الناس ليست هي أعظم خسارة للمرائي، بل أعظم خسارة له على الإطلاق أنه سيخسر الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه غني، غيور، سبحانه غيور، لا يرضى أن يكون معه أحد في العمل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب، سؤال:
كيف أتخلص من هذا الرياء؟ هذا الرياء الذي يفسد الأعمال ويحبطها، كيف أتخلص منه؟ هناك خطوات إذا فعلتها لن يدخل الرياء عليك. تابعونا في اللقاء القادم إن شاء الله.